بقى قول. للتحديات اللي بتعملها بره الكوره، رمضان صبحي هوايته ايه بره الملعب؟ وده شيء مهم جدا عشان بناء عليها اسالك شويه اسئله. تحب تعمل ايه؟ انت بتشوف عربية، عجلة، اي حاجة طب هتلاقيني هو موجود. سؤال، ده الفيديو نزل من هنا وراح على طول من الناحيه الثانيه، نزل وكل الناس شيرته وكل الناس بدات تركب عليه فيديوهات. يعني صالح جمعه انت راضي عنه الفتره دي قوي، عمال بقى تقول الخلوق الملتزم الجدع ايه في ايه؟ لا، ده هو صالح حبيبي. لا ما فيش والله، انا اصلا الفيديو احنا اتصور احنا هو عملناه الصبح، كان عندنا تمرين الصبح، فجيت نمت شويه عشان عندنا تمرين بعد الدور، صحيت لقيت الدنيا مقلوبه. بس لا هو صالح دمه خفيف قوي وحبيبي اصلا. صالح اعرفه من زمان، من قبل اصلا الاهلي خالص، كنت معاه في المنتخب. فلا صالح الفتره ديت في كيمياء كويسه.